واحد من الهواتف المميزة اللي أطلقتها شركة شاومي هاتف بوكو اكس 3 جي تي، هاتف يجي مع عتاد رهيب وسعر مغري مثل ما عودتنا الشركة الصينية العملاقة. بعد أشهر من إطلاقه وبعد التجارب المكثفة، هل يستحق الشراء أو لا؟ كل شيء عن الهاتف مع خلاصة التجربة بفيديو اليوم. أنا أحمد العلي، أرحب بكم بفيديو جديد مع مراجعة بعد التجربة. السلام عليكم ورحمة الله، وهلا والله بكم متابعين الكرام. نقدم لكم اليوم كل شيء عن هاتف شاومي البوكو اكس 3 جي تي وخلاصة التجربة لهذا الهاتف بعد أشهر على إطلاقه، وهل يستحق الشراء بسنة 2022؟ بداية، الهاتف يجي مع ديزاين متميز وقريب جدا من لغة تصميم هواتف الريدمي نوت 10. ظهر الهاتف والإطار حول الهاتف مصنوع من البلاستيك، ويجي مع الأبعاد التالية: الارتفاع 16.3 سنتيم والعرض 7.5 سنتيم. أما سمك الهاتف فحوالي 8.9 ملم فقط، ووزن الهاتف حوالي 193 غرام. المفاتيح والأمور الموجودة على الهاتف وتوزيعها كالتالي: من جهة اليمين مفتاح الباور أو التشغيل، ويكون هو نفسه مفتاح البصمة، وبنفس الجهة نلاحظ مفاتيح التحكم الصوتي. من الجهة المقابلة أو اليسار منفذ السيم كارد، واللي يدعم شريحتين للاتصال بنفس الوقت، لكن يفتقد إلى ميزة إضافة ذاكرة خارجية، يعني ما نقدر نزيد الذاكرة على الهاتف. بأسفل الهاتف منفذ الشحن واللي هو من نوع التايب سي، بالإضافة إلى وجود السماعات والمايك، وبأعلى الهاتف سماعات أخرى والأي آر ومايك آخر. طبعا الهاتف يدعم صوت الستيريو. إذن ومن ملاحظتنا لترتيب هذه المفاتيح والمنافذ، لاحظنا شغلتين الآن: عدم توفر منفذ 3.5 مليمتر الخاص بالسماعات الخارجية، وعدم إمكانية إضافة كارت الذاكرة الخارجي. الشاشة جميلة وكبيرة، وكل اللي فيها هو ثقب بالأعلى الخاص بالكاميرا الأمامية سيلفي. أما من الخلف فنلاحظ بلوك الكاميرات، واللي تجي بيه 3 كاميرات بالإضافة إلى دبل فلاش، فلاش ثنائي، والبلوك كبير بعض الشيء خصوصا إذا ما كان المستخدم يستعمل كفر للهاتف. واحد من الأمور المزعجة أيضا بظهر الهاتف أنه عبارة عن مغناطيس للبصمات، يعني أنصحكم أبدا لا تستعملوا للهاتف بدون كفر أو حافظة. والهاتف طبعا متوفر بثلاث ألوان، اللي هي الأسود والأبيض والأزرق اللي تشوفوا أمامكم. شاشة الهاتف تجي من نوع الـ IPS LCD بحجم 6.6 إنج، وأقصى جودة للشاشة هي الـ Full HD Plus مع الرزولوشن 1080x2400 بكسل، والدنسيتي أو الكثافة هي 388 PPI أو بكسل لكل إنج. أبعاد الشاشة هي 20:9، وهذا شيء جيد جدا بالهاتف خصوصا بمشاهدة الفيديوهات. ما ننسى أنه الشاشة تجي مع طبقة حماية من نوع الـ Corning Gorilla Glass Victus، واللي هي من أقوى طبقات الحماية على الهواتف. المثير ايضا انه الشاشة تدعم الـ 120 هرتز بشكل كامل، وهذه نقطة هواية يسألون ويركزون عليها جماعة الجيمينج محبي الالعاب بشكل خاص. الصوت على الهاتف مرتفع ويمنح المستخدم تجربة صوتية رهيبة، والسبب هو دعم الهاتف لتقنية الدولبي اتموس. خلونا نتكلم الان عن المواصفات التقنية للهاتف، واللي يجي مع معالج دايمنسيتي 1100 من شركة ميديا تيك، مصنع بتقنية الـ 6 نانومتر، واللي يعتبر معالج قوي مع أداء رائع، والجي بي يو من نوع المالي جي 77 MC9. فهذه التركيبة تعتبر ند شرس لمعالجات كوالكوم، إضافة إلى أنه يدعم الـ 5G، والجميل أنه الهاتف نادراً ما يسخن حتى بالأحمال المتواصلة عليه. حقيقة معالجات شركة ميديا تيك رهيبة بالأداء وبمختلف النواحي. الأشخاص اللي يلعبون ألعاب قوية عليه مثل الببجي أكدوا أنه الهاتف مستقر بالألعاب وبدون أن يسخن، الشيء اللي يخليه خيار مفضل لكثير من الأشخاص محبي الألعاب واللي ما يحبون يصرفون هواية أموال بشراء الهواتف. ما ننسى أيضا أنه الهاتف متوفر بنسختين، اللي هي نسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، وال256 جيجا بايت أيضا مع 8 جيجا بايت رام من نوع الـ LPDDR4، ونوع التخزين على الهاتف هو الأحدث والأسرع الـ UFS 3.1. بالنسبة للنظام فهو الأندرويد 11 مع واجهة شاومي الـ MIUI 12.5. ننتقل الآن إلى الكاميرات وتفاصيلها والتجربة عليها. كاميرا السيلفي تجي بدقة 16 ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.5. أما الكاميرات الخلفية فهي ثلاثية بقيادة عدسة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.8، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2 من نوع الألترا وايد، والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.4 من نوع الماكرو. هذه الكاميرات تجي مع ليد فلاش.
الهاتف يدعم التصوير بدقة الـ 4K والـ 1080p والـ 720p، والمفاجأة أنه التصوير على الهاتف رهيب إلى درجة كبيرة قياساً بهاتف يجي بهذه الفئة السعرية. السبب هو المعالج القوي والمواصفات اللي تيجي بالهاتف، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي أو الـ AI اللي يخلي هذا الشيء ممكن وبمختلف ظروف التصوير، سواء مع الإضاءة أو بالإضاءة القليلة. however هذا الكلام للكاميرات الخلفية فقط، أما الأمامية فالتصوير أيضا جيد جدا بتوفر الإضاءة المناسبة، لكن بالإضاءة القليلة ما راح يكون أداء متميز وما راح ينطي صور جيدة مع الأسف. ونتحول الآن إلى الشيء المميز دائما بهواتف شاومي والبوكو، واللي هو البطارية وقدرات الشحن. هذا الهاتف يجي مع بطارية كبيرة بحجم 5000 ملي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 67 واط، وهذا معناه أنه الهاتف يتمكن من شحن البطارية من 0 إلى 100% خلال 40 دقيقة فقط أو أقل. أما السعر لهذا الهاتف، وأتكلم الآن وقت شراء للهاتف وقت الفيديو وليس وقت إطلاق الهاتف، نسخة الـ 128 جيجابايت تجي بسعر الـ 287 دولار، بينما نسخة الـ 256 جيجابايت تجي بسعر الـ 300 دولار. السعر ممكن يكون صاعد أو نازل بعض الدولارات اعتمادا على حركة الأسواق ومراكز البيع، والحقيقة هاتف يجي مع كل هذه المواصفات والأداء الرهيب وبسعر ما يتجاوز 300 دولار لأعلى نسخة، يعتبر الصراحة خيار موفق لكل الأشخاص المهتمين بشراء هاتف يمنحهم التجربة المثالية مقابل السعر الاقتصادي. تصوير رائع، أداء سلس، بطارية رهيبة وسعر قليل، وتصميم جميل ومعالج قوي، يعني حار ومكسب ورخيص. لكن الأمور اللي تمنيت توفرها بالهاتف وما توفرت مع الأسف هي منفذ لـ 3.5 ملم واللي كثير من الأشخاص يحتاجوه حتى بهذه الأيام. تمنيت أيضاً أن يتوفر خيار إضافة ذاكرة خارجية، لكن على أي حال هذه الأمور مو مهمة لو أخذنا بنظر الاعتبار بقية المواصفات الجبارة والسعر اللي يجي به الهاتف. فالخلاصة والزبدة، هذا الهاتف خيار جيد، والسبب باختصار سعر اقتصادي مغري ومواصفات عالية، وحتى بعد التجربة عالية لأكثر من أشهر فالهاتف ما زال واحد من الخيارات الممتازة للأشخاص اللي ما يحبون يصرفون هواية أموال على الهواتف وبنفس الوقت يتمتعون بالأداء العالي. لكن أتمنى أسمع منكم تجاربكم مع هذا الهاتف، خصوصا الأشخاص اللي ملكوه. تركولي بالتعليقات تجربتكم وياه وشنو أكثر شيء حبيتوه بالهاتف أو ما حبيتوه. خلوا بقية المتابعين يستفادون من تجاربكم قبل أن يقررون شراء للهاتف. وخلص هذا كان كل شيء ويانا بفيديو ومراجعة اليوم. إذا عجبكم الفيديو فتعرفون شو تسوون، لايك واشتراك بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات، لأن جاية كثير من المراجعات المكثفة بالمستقبل سواء للهواتف أو لمختلف الأجهزة. هذا كان كل شيء، شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي وياكم بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.